بدأها مباشرة من هذا الاجتماع الهام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ده كان للتباحث حول تداعيات الهجوم الإرهابي اللي وقع بالأمس غرب سيناء واستهدف محطة لرفع المياه، وطبعا أسفر عن خسارة مصر لأحد عشر شهيد ضابط وعشرة مجندين. طبعا هذا الاجتماع الهام أيضا وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأهالي سيناء على تعاونهم مع القوات المسلحة والشرطة في هذه الحرب ضد الإرهاب، أيضا وجه الشكر للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب وأيضا لمشاركتها في المشاريع التنموية مع بقية مؤسسات الدولة داخل سيناء. أيضا هناك ملاحقة مستمرة لهذه العناصر الإرهابية في سيناء. ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها. وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية، وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله. وأشاد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء، بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. معنا العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي. مساء الخير سيادة العميد، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، تشرفت يا فندم. أولا عايزين نبدأ من قراءتك لهذا الهجوم بالأمس، دلالة الهدف وأيضا التوقيت. اولا كل يعني التعازي، خالص التعازي لشعب مصر بالكامل والاسر الشهداء الابرار. ادخل في الموضوع على طول حضرتك، اولا هو المستهدف من حيث حضرتك انتهيتي، المستهدف هو التنميه في سيناء. اختيار هدف حيوي لا يقطنه مواطنين ابرياء او احد المشروعات الصناعيه مثلا او المشروعات ذات النفع الشخصي، هو استهداف هدف حيوي متعلق بحياة المصريين، والأول مرة في سيناء من بعد السلام توضع خطط تنموية لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق إلى المجتمعات البدوية وصولا إلى خط الحدود الدولية انطلاقا من محافظة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس. استهداف التنمية في هذه المرحلة، نحن قضينا عامين سيناء في حالة هدوء نوعي، يتم تنفيذ عمليات نوعية محددة لاجتثاث جذور الإرهاب من بعض المناطق في قرى جنوب الشيخ زويد ورفح وبعض المناطق المحيطة ببئر العبد تحديدا. نجحت القوات المسلحة خلال هذه الفترة من إعادة المواطنين الذين تم إجلائهم من قراهم نتيجة تمركز العناصر الإرهابية داخل التجمعات السكانية وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء. هذه العودة بقالها ثلاث شهور الناس عادت إلى أراضيها، عادت إلى مزارعها، تمارس حياتها بصورة طبيعية. شفنا صور كتير لمظاهر الاحتفالات والبهجة أثناء عودة الأهالي أهلينا في سيناء إلى قراهم. نعم. الفارق في الموضوع أن أبناء سيناء الآن فطنوا للعبة الإرهاب القذرة وأصبحوا بالكامل على قلب رجل واحد بجانب القوات المسلحة. فالانتقام أراد أن من خطط لهذه العملية أراد أن ينتقم في مكان بعيد، لأنه ليس لديه القدرة اللوجستية أو القدرة القتالية أن يوجه ضربات داخل التجمعات البدوية أو في الأماكن القديمة، فذهب بعيدا في اتجاه يعني أطراف شمال سيناء مع محافظة إسماعيلية لاستهداف هدف تنموي
الغرض منه ان هو يحدث ضجيج كبير جدا ويحدث تأثير معنوي وإعلامي، ولكن دونما هدف يحققه على الأرض. الآن العناصر التكفيرية تحت ضغط العمليات النوعية التي لا يعلن عن الكثير منها من أبنائنا من أبناء القوات المسلحة بتشكيلاتها المتنوعة من القوات الخاصة وعناصر الاستخبارات وخلافه، ولكن هذه العمليات كانت تتم طوال الوقت ولكن دون إعلان كبير عنها، لأن هذه المرحلة كانت مرحلة التنمية وستستمر مرحلة التنمية تحت أي ظرف من الظروف. يعني ربما وإحنا بنتكلم سيادة العميد، إحنا معانا مشاهد على الشاشة من احتفالات العيد في العريش، مشهد يعني عدنا سنين طويلة ما نشوفوش. 12 سنة يا فندم، 12 سنة 12 سنة لم نشاهد هذه المشاهد، 12 سنة لم نرى السكان المحليين يعودون إلى أراضيهم. وحضرتك تعلمي جيدا أن المواطن السيناوي له ارتباط بالأرض غير طبيعي، لأنه هو ابن بيئته الطبيعية، وكانت هذه مطالب دائمة من مشايخ القبائل لقيادات الدولة سواء القيادات السياسية أو القيادات العسكرية. لذلك اختيار هذا المكان في هذا التوقيت الغرض منه هو الرد بأي صورة من الصور بصورة إعلامية وإحداث ضجيج حول أزمة مفتعلة في اتجاه بعيد عن محيط السكان أو المحيط الجغرافي للسكان في المناطق الحدودية بغرض التأثير المعنوي. النقطة الثانية حضرتك، يمكن خلال تنفيذ عملية إعادة التوطين أو إعادة تسكين السكان في أماكنهم مرة أخرى، كانت هناك بعض العمليات النوعية من القوات المسلحة استهدفت بكل وضوح قيادات هذا التنظيم، والآن التنظيم في سيناء غير قادر على إنتاج قيادات، هي مجرد خلايا صغيرة يتم تمويلها أو الدفع لها ماليا لتنفيذ مثل هذه العمليات. عناصر بلا قيادات، عناصر بلا قيادات مشرزمة تخلى عنها الكثير من أتباعها. لك حضرتك أن تعلمي والسادة المشاهدين أن كان من بينهم أطفال اختطفوا منذ 8 سنوات و10 سنوات وفرض عليهم الإقامة في أكناف هذا التنظيم، وأصبحوا رجال بلا هوية، أصبحوا يهربون منهم ويأتون إلى الكمائن للقوات المسلحة أو إلى مشايخهم الأصليين ليقدموا نفسهم مستسلمين إلى قيادتنا وإلى عناصرنا في الميدان، ويتم طبعا استيعابهم ويتم أيضا إجراء محاكمات عادلة لا تسامح في من يحمل السلاح ضد أبنائنا سواء مدني أو عسكري أو شرطي. هذا الموضوع بالمناسبة لابد أن يعي الجميع أن العملية في سيناء ليس فيها تسامح، اللي عايز يسلم نفسه يسلم نفسه ليقدم لمحاكمة عادلة، واللي مش هيسلم نفسه هيتنيه شايل السلاح خيره أجناد الأرض قادمون إليهم قادمون إليهم. طيب سيادة العميد، النهاردة الرئيس وجه الشكر أيضا لأهالي سيناء في هذا التعاون مع القوات المسلحة والشرطة في هذه الحرب ضد الإرهاب. حضرتك كنت بتتكلم على عمليات نوعية خلال الأشهر الماضية أو خلال العامين الماضيين استهدفت قيادات لهذا التنظيم، دور قبائل سيناء في هذه الحرب؟ هذا سؤال في منتهى الأهمية. قبائل سيناء دائما وأبدا على العهد مع القوات المسلحة، لم يحدث على مدار التاريخ أن خذلت قبائل سيناء القوات المسلحة. والدليل في عام 67 كان تبلغ تعداد شبه جزيرة سيناء حوالي 81 ألف مواطن، من عمل منهم بصورة قانونية خلف خطوط العدو لصالح القوات المسلحة كرادارات متحركة لجمع المعلومات أكثر من 1850 مواطن ومواطنة. بمعنى أدق أن هناك أكثر من 11 أو 12% من عدد السكان عملوا بصورة منظمة، وليس فقط خلاف حضرتك بقى المتطوعين، ودول كرموا ومنحوا نقط رئيس الجمهورية من الطبقة الثانية في تكريم المجاهدين. أبنائهم الآن وأحفادهم الآن يتلاحمون مع القوات المسلحة، وهذه لفتة كريمة من السيد الرئيس أن يكرمهم في هذه الظروف وفي هذا الحدث الصعب، لأن لهم دورا لا ينتهي، وهم الآن من يعملون مع القوات المسلحة على الأرض، كل في قطاع قبيلته وكل في قريته وبإشراف كامل في بعض يعني المناطق الحدودية كلها تحت إشراف القوات المسلحة وعناصرها الأمنية. فما يقدمه المشايخ وما يقدمه أبناء سيناء
غير قابل للنقاش حاليا، ولكن ستظهر بطولات لهؤلاء في المستقبل وسيتم الإعلان عنها بصورة واضحة، وخاصة في فكرة إعادة التوطين. إعادة التوطين هم بيخشوا مع القوات المسلحة كأدلة السكان المحليين للإرشاد عن أماكن العبوات الناسفة وتفخيخ البيوت. دي نقطة مهمة كنت عايز أسألك عنها سيادة العميد، يعني الرئيس في حفل الإفطار حين تحدث عن هذه الفاتورة الباهظة اللي كلفتها الدولة 84 مليار جنيه، كمان الكلام عن 3300 شهيد إضافة ل 12000 مصاب، ولكن الرئيس أشار إلى نقطة مهمة وهو عدم الإعلان عن الانتهاء من الإرهاب إلا بالتخلص من هذه العبوات. ده كلام مهم جدا وكلام مهني. العبوات الناسفة أصبحت الآن هي عبوات بدائية. ما تمارسه من أنشطة الجيوش النظامية يمكن التعامل معها، صحيح، لأنها معروفة وطريقة السيطرة على هذه الألغام معروفة وطريقة نزعها معروفة. فكرة التعامل مع عبوات بدائية هذا هو الصعب، وهذا هو ما سيأخذ وقتا كبيرا لتطهير الأرض بالكامل، لأن المستهدف من سيناء في مجال التنمية أكثر من 600,000 فدان في قطاع شمس فقط زراعي. لذلك حينما أشار السيد الرئيس إلى فكرة تطهير الأرض من الألغام، هذا عمل فني وعمل نوعي من الهيئة الهندسية وإدارة المهندسين العسكريين للقوات المسلحة ستعمل عليه بخطط ممنهجة على مدار سنوات قادمة. النقطة الثانية أن الإرهاب مسبباته يا أستاذة إنجي لم تنقطع حتى الآن في المحيط الإقليمي، ما زالت تفاعلات القضية الفلسطينية مع إسرائيل ما زالت على الساحة وتتجدد، وما زالت هناك تهديدات للحالة الأمنية في الشرق الأوسط. لا يمكن انتهاء الإرهاب سيادة العميد، لا يمكن فكرة لا يمكن. القضاء على الإرهاب بشكل قاطع. وهنا لا. كمان نشير إلى أنه يعني من أشهر اتفضل ما لم تحل الأزمات المسببة القضية المركزية التي سببت في فكرة التطرف في الأمة العربية بالكامل هو عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، وفي الطرف الآخر أيضا هو تدخلات خارجية ضد الشعب الفلسطيني وتقسيمه إلى فئات وإلى جماعات وإلى مجموعات حتى لا يلتئم الرأي الفلسطيني. في الأساس لا ألوم إسرائيل أولا، ولكن ألوم الفلسطينيين كباحث أنهم حتى الآن غير متحدين. مصر تقدم الدعم للقضية الفلسطينية وما زالت حتى اليوم مصر تجري العديد من التفاوضات. طبعا يطول النقاش في هذه الملفات، لكن معلش سيادة العميد وقتنا انتهى. أنا بشكرك جدا العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن الإقليمي، شكرا جزيلا ليك. طبعا ما زالت الإدانات للحادث الإرهابي مستمرة، وإحنا في عام المجتمع المدني واللي على أساسه تشكل هذا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في هذا الاجتماع النهاردة الاجتماع السابع أدان هذا الحادث الإرهابي.